بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. يا ربنا اهدنا سواء السبيل يا هادي. نعاود نرجع للآية الكريمة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، هو عزيز مصر بوتيفار، وهنا الراولي العصر ذاك في شيء من الإحسان يعني عند السلطان، ما هوش عصر تاع فجور وعدوان تاع عصور فرعون رمسيس الثالث، والله أعلم هو الثالث ولا الثاني، ما يهمنا يا سرحنا، احنا القرآن يكفينا الاعتناء بالقرآن. هو مأدبة الله وهاني لنا بتمتع بمأدبة الرحمن، وهو قرآن كريم عظيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي، يعني جاء لأقرب الناس لي، مش اللي تحته في الوزارة في الإمارة، بل جاء لزوجته اللي هي من مخلوقة منه، وأعطى العناية سيدنا يوسف عليه السلام واعتباره مقرب إليهما، وهي ربما لم تنجب بعده، وقال عسى أن ينفعنا، شمعنا نتمنى وعينا على أمور دنيانا. شوف الرجل ماشي في عمق فهم وحياته لحاضره وماضيه ومستقبله هو وزوجته. نعود إن شاء الرحمن.